22 تعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم نكمل الحديث طبعا عن ثورة تشرين وكذلك آخر المستجدات على الساحة العراقية بالنسبة للتظاهرات. واليوم طبعا خبر مؤسف، هو استشهاد أحد المتظاهرين وإصابة 15 آخرين في الأقل طبعا برصاص القوات الحكومية وميليشياتها عقب إطلاقها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط بغداد عصر هذا اليوم. طبعا أيضا هذا الخبر يأتي متزامنا مع استعادة السيطرة من قبل المتظاهرين على الجسر عقب هجوم شنته القوات الحكومية وميليشياتها عليهم في وقت متأخر من مساء الأمس. أيضا في ظل هذا القمع الحكومي المستمر، يؤكد المتظاهرون في ساحة التحرير على الالتزام بالسلمية والاعتصام والإضراب كذلك عن الدوام حتى إسقاط النظام. فلنشاهد. جميع أنحاء الشعب العراقي وجميع الطوائف العراقية ومتماسكين متفاهمين مع بعضهم، مطالبهم وحدة، إسقاط النظام، يعني لا لتعديل الدستور ولا يعني تغيير يعني مجلس الوزراء فقط، بل الحكومة كاملة، يعني شلع قلع بدون. والمطلب الوحيد اللي كنا نطالب منه الأحزاب أدت إلى يعني فشل العراق لمدة 16 سنة. يعني العراقيين يعني صار لهم 16 سنه ما شافوا اي راحه بالضيم بسبب الاحزاب. خرجنا في التظاهر والانتفاضه، خرجنا مطالبين بازاله هذه المنظومه السياسيه من جذورها، لان منظومه الفساد لا ممكن ان تخرج باصلاح. منظومه الفساد لا يخرج من رحمها الا الفساد. وخرجت هذه الجماهير اليوم مطالبة بحقوقها الدستورية والشرعية والقانونية في السكن والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي. هذه الحكومات سارقة، هذه الحكومات فاسدة، هذه الحكومات لا تبني أوطان، إنها عميلة. حكومة الأحزاب لا تبني وطن، أحزاب عميلة إلى إيران. العراق مختطف من قبل إيران. حبيب هذا النظام من 2003 لحد الان ما فادنا، ما خدم الشعب، خدموا نفسهم. شنو الخدمات اللي سووها لهذا البلد؟ يعني سووا هسه هاي بغداد، يعني هاي هم هسه هذا المطعم التركي هسه العالم خلت له قلوبات، النفق الناس غسلته ونظفته. البلد الحكومه ايش سوت؟ بس قل لي من 2003 لحد الان ايش سوت؟ ترست البلد يتامه، ترستها ارامل، يعني ما اعرف، يعني هم التفكير مالهم شنو التفكير مالهم؟ الشعب ما يريد. مشاهدينا الكرام، نشاهد الان ايضا تشييع احد المتظاهرين وهو فراس الجبوري الذي خطف قبل يومين في محافظه كربلاء. فلنشاهد. اخويا المتظاهر فراس عويد حسن، متظاهر من بدايه تظاهرات في تلك التربيه ومتواصل بالاعتصام، انفقد قبل يومين. وامس لقيناه مغدور ومقتول، ضاربينه سكاكين. عنده متزوج وعنده طفيله، ورجال يعني يشتغل، عنده سياره يشتغل بها تاكسي، حالته تعبانه، يطلع يظهر يطالب بحقوقه، ما متعين. رجال يعني هو مو كبير بالعمر، يعني مواليد 1971، فيطالب بحقوقه. طلع من ذاك اليوم لهذا اليوم لحد قبل يومين ما نعرف، يعني اختفى من التظاهره واختفى. مشاهدينا الكرام، طبعا أكد متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار أن إسقاط النظام هو الهدف الرئيس والأساس من خروجهم في هذه المظاهرات والاعتصامات، وتوعدوا النظام والأحزاب الحاكمة بمحاكمتهم في ساحة الاعتصام. فنشاهد. أول شيء أنت يجب أن تحل نفسك، إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا ما عندنا أي مشكلة، إحنا مشكلتنا هو أنت.
مشكلتنا هو انت واحزابك ومافياتك وهاي الامور اللي جاي يثيرها. فاحنا ما عندنا مشكله انه سواء انت تطلع من هذا الموضوع وبعدين تصير مجموعه من الاصلاحات الجذريه اللي تفيد البلد وترفع من شان البلد. يعني اصلاحات جذريه شامله، مو اصلاحات عقيمه صوريه شكليه. احنا باقيين هنا بساحه الاعتصامات لو نبيع بيوتنا ونصرف على المتظاهرين. زين بيوت تنبيعها، والله انا واحد من الناس اتبرع ببيتي واصرفها على المتظاهرين. شباب ظل نايم هناك بالخيام، لا ساي ولا مجيب، ياخذون المعاملات ما تذبونها بسله المهملات. وين صار يا جماعه؟ هاي حكومتي ايش هاي؟ ما بيهم واحد شريف عمي، لا تصدقون هاي الحكومه تبقى كل الموجودين لا هي ولا احزابها. الناس اللي طلعت والدماء اللي اعطيناها هي اسقاط حكومه واتيان بحكومه جديده، والمعروف اللي كان يتداول انه من 2003 لحد هسه ان العراق هو فوره. لا، الان نوصل رساله احنا العراق هو ثوره، وان شاء الله بدم الشهيد ننتصر. نريد وطن ونازلين نريد حق، وان شاء الله جميع حق وجميع شهيد انطى دم ما راح يروح حق. مشاهدينا الكرام، السؤال في ظل هذا الرفض الشعبي الواسع في عموم العراق للسلطه الحاكمه ولهذه الاحزاب، لماذا تستمر الحكومة بهذه المماطلة؟ ما الذي تريده؟ ما الذي تريده حكومة بغداد أو حكومة المنطقة الخضراء أو هذه السلطة الحاكمة في ظل خروج الشارع ومطالبته بإسقاط هذا النظام ورحيل هذه الأحزاب بعد محاسبتها طبعا وإرجاع كل الذي سرق من خلالها إلى خزينة الدولة وإعادة المال العام إلى أهله؟ لماذا تصر هذه الحكومة على المماطلة ومحاولة تضيع الوقت ومحاولة أو كسب الوقت إذا صح التعبير؟ ما الذي تسعى إليه حكومة بغداد أو السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء؟ ما الأهداف التي تسعى إليها؟ هذه الوثيقة التي خرجت، خطبة المرجعية الأخيرة وغيرها من محاولات أخرى تسعى إلى إبقاء هذه السلطة في مكانها، ما الذي تسعى إليه هذه السلطة الحاكمة؟ طبعا بعض المشاركين أرسلوا رسائل على الواتساب. نذكر مشاهدينا الكرام هذه الخدمة غير متاحة للاتصال أو لقراءة التسجيلات الصوتية أو لفتح المقاطع المصورة، هي فقط لقراءة الرسائل النصية. لمن يسعى للمشاركة معنا عبر الهاتف، الأرقام موجودة أمام حضراتكم وبإمكانكم الاتصال والتواصل معنا. أحد المشاركين يقول: أرجو من قناتكم فضحة. طبعا أبو عزرائيل أرسل مقطع يقول: الإرهابي أبو عزرائيل المجرم يملك عصابة خطف وابتزاز ويرهن مقابل الملايين ولا أحد يحاسبه، خطف رجل أعمال كويتي. يقول: أرجو من قناتكم فضحة، لا يعرف الشعب العراقي الكريم من هو أبو عزرائيل؟ لا، يعني يعرف واستقبل استقبال الاستقبال مليء بالإهانة طبعا في ساحات التظاهر، ويعني طرد منها بشكل، هو خرج بعد ذلك في مقتل يتحدث عن الإهانة التي تعرض لها. معروفون الأشخاص الذين تطاولوا على العراقيين، اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة، على البشر، تجاوزوا على القانون، ويعني الجميع الآن في العراق يعلم من هؤلاء ويستطيع أن يفرزهم من بين الملايين أو من بين الآلاف أو بغض النظر. من معنا؟ أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أنا بس أسأل سؤال وأتعجب منه، أنه أنه الحكومة في وادي والمتظاهرين اللي الدنيا صارهم أكثر من شهر، هذا الشهر الثاني راح يجي هم متظاهرين ويصيحون ما ريدكم، يصيحون ريد حكوم ريد وطن، وهو قاعد ابو البرلمان ينطي التشريعات، وذاك رئيس الوزراء يقعد يجتمع ويسوي وثائق، يعني ما مهتمين للناس اللي تنقتل ولا هالناس اللي طالعه ما تريدهم. بس اذا شوف هذول شنو من مله؟ ما عندهم غيره، ما عندهم شرف، ما عندهم احساس. اذا انتم حكومه فارقسه من 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 2003 الى هسه اجيتوا على الدبابات، واجيتوا من ايران، واجيتوا من بلدان امريكا وغيرها،
جيتوا هنا وكل واحد على جنسيتين وثلاثة. نعم. أنتم ما تنتمون للعراق أصلاً، ما لكم أنتم وجودكم أصلاً غير قانوني غير شرعي أصلاً. صار لهم 16 سنة هم يحكمون غير شرعي أصلاً، مو لهم الحكم، الحكم إلى هذول الشباب الحلوين المتظاهرين اللي قاعد مثل الورود اللي عندهم شهادات واللي عندهم عقول جيدة لبناء هذا البلد. لكن هم شنو عندهم الرد القاتل لهم؟ مثل اللصوص بالليل يطلعوا لهم ويقتلوهم. يعني على اي اساس انت تضرب بهالمواد اللي ممنوعه؟ من يعني هو 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 مو بيد الحكم، ايران دا تحكمه وسليماني دا يامر به. لكن دا اشوف الى متى يظل ما عندهم لا غيره ولا شرف ولا احساس يقتلون بهالشباب وما يلحقون. هم يعني يعرفون نفسهم هم طلعوا بعد ما لهم وجود، ما راح لهم وجود بهالبلد هذا. وضعت الفكرة أم أزهر، أشكرك للمشاركة أم أزهر، كنت معنا من بغداد. أبو محمد من ألمانيا، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك إن شاء الله. أنا أشكرك جدا، أشكرك. حياك الله. أنا بس عندي سؤال واحد أريد أسأله. نعم. عن بهجة الكردي، صار احنا متابعين برنامج، صار له هواية ما يطلع حوالي أسبوع فماكو شيء صار عليه. أبو محمد، سيد بهجة الكردي محلل سياسي في القناة، عندما يتوجب حضوره يدعى إلى القناة، ليس ضيفا دائما وليس ضيفا يعني مستمرا، هو يأتي عندما تقتضي الضرورة. تفضل في الموضوع اليوم يا أبو محمد. السؤال: لماذا تصر الحكومة الآن على المماطلة مع المتظاهرين في مطالبهم؟ حبيبي، بالنسبة للحكومة تصر على المماطلة في مطالبهم، هذا قضيان وقت. أي واحدة. نعم. اثنين، بعدين هذه الأوامر اللي تجيهم هي مو بيهم، ترى من أمتى هو على اللائحة 45 يوم، هو ما انطاها احتباطيا من عنده، او هو ذكي وطلعها من 45 يوم. هو اوامر عنده من علي خامنئي قبل ايام. نعم. قدرت تخلص من المظاهرات، نطيها فلك مده 45 يوم لازم تخلص من المظاهرات. نعم. فهم جاي يرضون اسيادهم، والا احنا 45 يوم شيء اللي قدمني اخذ فيها، وفرض انطينا 45 يوم ما يخالف استاذ، فبلنا بال 45 يوم، لأن مني خلصنا والديون مالتكم أنتم تظلون إذا بقيتوا أنتم الحاج حلبة سياسية فقط. يعني إذا شنو الحصيلة مالتنا إحنا؟ شنو التظاهر مالنا؟ شنو الشهداء الدم اللي انطيناه؟ شنو سويتوا أنتم؟ يعني ترجعون نفس الشيء. من سيحاسب على الدماء التي سقطت وتسقط حتى هذه اللحظة يا أبو محمد، في ظل تنصل الحكومة من مسؤوليتها عن إسقاط هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى؟ لأنها هذا ما عنده، بس احنا مو حسبنا على الحكومة، احنا على بيان المرجعية يوم أمس. على بيان المرجعية يوم أمس، يعني المرجعية مو حاسمة. نعم. وكلاء مالتها مو حاسمة، يعني جاي يصفون بصف الحكومة في سبيل إبقاء الحكومة لأنهم مستفيدين من الحكومة. لكن ألم يقولوا سابقا إن المرجعية مع الشعب وهي تقف مع مطالب الشعب؟ طيب، الشعب أراد إسقاط النظام، لكن ما ذكر في خطبة الجمعة على لسان ممثل المرجعية لم يذكر نقطة إسقاط النظام، بل ذكر نقطة مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، وكأن الموضوع مقتصر فقط في هاتين النقطتين. أحسنتم. هو هذا اللي صار غضب الشارع، هو هذا اللي صار غضب الشارع. نعم. إنها سموية مفوضية ولا يم انتخابات، بعيدة عن مطالبنا هذا. نحن مطالبنا واضحة، نشرة نطوكم إياها خارقة الطريق واضحة، حتى الطفل يعرفها من أول ثورة 1 تشرين ولحد الآن. أنتم تتماطلون، أنتم ساعة تروحون صفحة وتجون على صفحة وتجون على صفحة. شكرا لك يا أبو محمد، كنت معنا من ألمانيا. معنا أبو لامار، تفضل يا أبو لامار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكم لامار من محافظة وافق. حياك الله.
هذا العزيز بخصوص الحكومة هو ما تسمعوا الحكومة. نعم. إحنا حقيقة المتظاهرين في محافظة واسط ما نسميها حكومة. إحنا نسميها سلطة. يعني إلى زوال إن شاء الله. نعم. هسه إحنا قبل كنا نداعي ونقول حكومة يا حكومة والحكومة وإسقاط. الحمد لله والشكر هسه إحنا وصل صوتنا إلى الأمم المتحدة. بس إحنا هسه صار مشروعنا إسقاط حكومة. تغيير حكومة إلغاء أحزاب بالإضافة إلى أنه إحنا هسه نريد الطرف الثالث هذا الطرف الثالث اللي يقمع بالمتظاهرين هذا الريد نريد نعرفه من هل فعلا هناك طرف ثالث يا أبو لمار هل فعلا هل تعتقد أن هناك طرف ثالث يعني الحكومة الحكومة في التقرير الأول بس لحظات الحكومة في التقرير الأول التحقيق الأول الذي خرج في بداية تشرين الأول قال بأن هناك قيادات أمنية متورطة في قتل المتظاهرين كيف الآن يخرج الحديث عن طرف ثالث وحتى لو كان هناك طرفا ثالثا أين الجيش وأين الشرطة التي لم تحمي المتظاهرين من هذا القمع المستمر هذا يدل أن أكو حكومة داخل حكومة هي اللي تحمي مو حكومة عادل عبد المهدي أكو حكومة ثانية هي اللي تتحرك وهي اللي تدير الأمور هاي الحكومة اللي موجودة من هي هذه الحكومة يا أبو لمار؟ الحكومة اللي شلون احنا نقول الدولة الحنيقة هاي اللي هي اللي البلد هي اللي تقمع المتظاهرين هي اللي قاعد تقتل بأبناء الشعب نعم هاي الحكومة من يطلع وزير من عندها وزير وزير الدفاع من يطلع حكومة عادل أو ما يسمى حكومة عادل عبد المهدي ويقول أكو طرف ثالث نعم. يعني معناها هاي الحكومة مخترقة ما تستاهل انه تكون تدير البلد ما تستاهل انه تطور الشعب يعني امامنا الان يا ابو لمار اذا كنت تشاهد القناة الان امامنا هذا المقطع الذي عرض الان احد العناصر الامنية وهو يقوم بإلقاء قنبلة دخانية على المتظاهرين طلبة يعني هذا من وسط القوات الأمنية من وسط القوات الحكومية أين الطرف الثالث أليست هذه هي القوات التي تلقي القنابل المسيلة للدموع التي اخترقت أجساد المتظاهرين أليست هذه القوات التي أطلقت الرصاص من إذن الطرف الثالث يعني من الذي يدير هذه القوات الميليشيات اللي داخل الحكومة هذه الميليشيات هي عبارة عن مافيات هي تتحكم بالدولة مو الدولة الدولة ما عندها سيادة الدولة ما عندها سيادة بتيه انه من يطلع وزير يكشف ملفات فساد يطلع البرلمان يصوت عليه قيله والدليل وزير الدفاع السابق خالد العبيد من اقالهم من فضحهم هم سووا طلعوه من الوزارة طلعوا عليه هواية ملفات فساد لانه انسان شريف ما اريد امجد بيه أبو لمار أنا أشكرك للمشاركة معنا سيد جلال من سويسرا جلال تفضل تحياتي لك أستاذ ولا جميع المشاهدين أهلا وسهلا جلال ارفع صوتك قليلا لا أسمعك عفوا ارفع صوتك قليلا لم أسمعك عفوا تحياتي لك ولا مشاهدي قناتكم الرائعة حقيقة حبيت أن أنور بشيء معين إحنا من زمان كثير في أوروبا نعم وفي أيام غزو الاحتلال بني العراق على ثلاثة نعم يعني هؤلاء الحكومة اللي جت بنيت على ثلاثة أشياء هي تدمير الاقتصاد تدمير القوة وتدمير العلم أستاذ العزيز هذه معروف جيد جداً شكلت الحكومة لتدمير العراق ولي من 2003 إلى الآن لتدمير العراق وهذا معروف في البروتوكول اللي تم في لندن وإحنا نعرف يعني كثير من الناس المثقفين اللي دعتهم أمريكا قبل الاحتلال إنه بالمشاركة بشيء فرفضت كثير من الطبقات المثقفة الموجودة في أوروبا اللطيف الأمر أنه هذه الحكومة مدانة وإن كان الطرف الثالث يقتل أو سير البلد أو شيء معين
بالتالي في قاعدة قانونية تقول المسؤولية، المسؤولية هي الحكومة الآن. نعم. المسؤولية بالقانون موجود أكو يسمى المسؤولية، يعني كيف أشرحها عفواً، أنه المسؤولية تقع في رقبة هذه الحكومة، طرف ثالث، رابع، شخص، ميليشيات، حزب، دولة معينة تسير، هم من في القانون من سيلاحقون. نعم. ويجب أن يضعوا يعني يضعون أمام القانون. في لطيفة أنا لاحظت قبل يومين كان أكو لقاء لاحظت في للفياض أعتقد. نعم. كان يستهين في الجماهير هذه الأصيلة والمتظاهرين اللي كانوا طالعين. نعم. يستهين فيهم، يقال يعني في نوع من الاستهانة إنه في كلام قال فيه إنه شخص ما يقدر يكمل سطر، يعني بالمعنى إنه ما المتظاهرين يعني فد ناس أميين فتسيرهم جهاز ثاني يعني. هذا الشيء أخي مبني على شيء واحد، وإن كانوا أميين يعني وإن كان ناس، هذا مو ذنب ما ندخل العراق بالأمية بعد أن كان خالي منها. بالضبط. نعم 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 نعم. هذا الشيء اللي هم سبب رئيسي. أنا قلت لك هو بنوا العراق على ثلاثة: تدمير العلم، تدمير الاقتصاد، وتدمير القوة. هذا معروف هذا أخي في البروتوكول. نعم. وكل شخص، كل شخص وقع هذه الوثيقة قالوا له يعني ذكروا له بالحرف الواحد إنه في يوم من الأيام إن فكرت أن تبني فتنتهي يعني. نعم. فلهذا اجتمعت الذئاب الوسخة على العراق. فالاستهانة بهذا الموضوع هو باختصار هو سيد جلال، أين ترى مستقبل المظاهرات الآن؟ أنا إن شاء الله سيكون هناك تغيير في العراق. أكيد سيكون هناك تغيير. نعم. تغيير، لكن نحتاج إلى صبر وإلى دراية وإلى وعي كثير في غاية الدقة. يجب أن نعي لكل شيء، لأن هناك جهات عديدة متربصة لهذه الثورة. هذه الثورة أستاذ العزيز، هذه مقدسة حقيقة. هذه تريد تعيد لجيلنا احنا ولجيل آبائنا ولجيل هذه الشباب. خرجت لم ترى الأورزديات في أيام النظام السابق، لم ترى جمعيات، لم ترى أشياء كثيرة، لم ترى. فهذا الشاب هم من بنوا هذا الشاب وانقلب عليهم. نعم. انقلب عليهم سبحان الله انقلاب عظيم، لأن يجب أن يكون هنالك للحق دولة أخي. يجب أن يكون. سيد جلال، أنا أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو محمد تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي لك وقناة الرافدين. حياك الله. والرحمة للشهداء والشفاء العاجل حاج للجرحى. نعم. أنا أتعجب على الشعب إلى متى، إيش وقت هذا الشعب ما أعرف. يعني المرجعية أخي هذول رجال دين، إيش عليهم بالسياسة؟ يعني عجيب متعجب أني هسه شعب لا خير في شعب السيستاني يكتب لهم دستور. أبو محمد، يعني أنت من تقصد بالتحديد؟ لأن اللجنة المنظمة للتظاهرات خرجت ببيان بعد الخطبة انتقدت ما ورد فيها ورفضت ما جاء فيها، فمن تقصد بالتحديد؟ أستاذ محمد، يقدر هسه السيستاني هسه المرجعية تقدر هسه تطلع هذول، بس ما موافقين على هاي الحكومة. موافقين على هاي الحكومة، لو مو موافقين هسه يطلعون ليش راح تسمم شو اسمه على مود داعش، طلعوا حج الشعبي وسووا ضد داعش، ليش هسه ما يقدرون يطلعون هاي الحكومة؟ يقدرون يطلعون الحكومة بس هم متفقين على هاي الحكومة، هم لازمين العصا من الوسط حتى لا يزعلون الشعب ولا يزعلون. ولكن الخطبة الأخيرة أغضبت الكثيرين وصدمت أكثر، لأنه كان هناك من يعتقد أن المرجعية قد تشارك مع المتظاهرين في مطالبهم بإسقاط النظام، لكن الأمر اختلف. إذن العصا الآن ليست ممسوكة من النصف كما أعتقد. يعني يقولون لهم
اذا يقولوا يعني استاذ محمد صدق يعني مو لا. مو هسه المرجعيه رجل دين شعبي بالسياسه. نعم. وبعدين طلعوا مثل الشطرنج صاير يعني الشعب مثل الشطرنج روح تعال روح تعال يعني الا شويه يعني يامرهم بالقتال داعش يامرهم استستاني استستاني انتم شعب. نحن نقول هنا يا ابو محمد نقول فئه من المجتمع لانه اكرر اللجنه المنظمه لمظاهرات لثوره تشرين خرجت بالبيان كما اذكر مره اخرى كان رافضا لما ورد في خطبه ممثل المرجعيه وكان منتقدا لما ورد فيها. اذا المتظاهرون واعون لما يجري لكن ربما حضرتك تقصد فئه معينه تتبع هؤلاء. وعندي شيء واحد اريد اكرر اثبت يعني اناشد اخواني المتظاهرين هذا الشعار عفوي لا يظلون يكررون هذا الشعار شلع قلع شلع قلع شلع قلع انت شلع قلع هاي عباره يعني شو اسمه مال المقتدى الصدر ما اريد اكررها بعد. لا عليك تراجع قليلا يا ابو محمد انظر الى مظاهرات البصره يقولون شلع قلع واللي قالها وياهم يعني ايضا هذا الوعي بالعكس هذا الشعار الان مستغل بشكل صحيح من المتظاهرين حتى لا يروج للصدر او لغيره انه صاحب المقولة الفلانية بالعكس الان تستخدم في مظاهرات الجنوب والوسط بانه شلع قلع والقالها وياهم يعني الان هناك وعي ان مقتدى الصدر طرف من هذه المجموعة وهو يجب ان يخرج كما سيخرج الجميع. استاذ محمد ترى الحكومة يعني منتهي انا اقول لك يرادلنا شويه يعني صبر يرادلنا صبر انا منتهين من هارين ولا الحكومه من هذا ترى. نعم ابو محمد انا اشكرك كنت معنا من اربيل. ابو محمد معنا من ذي قار تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. انا وياك ابو محمد من ذي قار بس الان بساحه التحرير يعني جاي اكلمك. حياك الله كل الهلا. الله يخليك يا استاذ محمد. انا يمكن سمعت المحور احنا بالتلفزيون يقول انه لماذا هذه المماطله. نعم اخي الكريم انا راح اعطيك اياها بشكل مختصر حتى اخاف اكو مشاركات. نعم بالنسبه للحكومه تماطل احنا نعرفها كل زين ليش جاي تماطل. عبالهم الاوليات ذني طلعاتنا مالات مظاهراتنا الاوليه اللي انضحك بها علينا يماطلون هسه لعل او عسى الشعب شنو يخدرونه ببره مال مخدر حتى يرجع. نعم. عين شالت مستحيل. انا اخوك هسه بين اخواني المتظاهرين قاعد لو تشوف القرارات لو تشوف الكلام اللي جاي يدور الان بيناتنا انه احنا صامدين هنا بهذه الساحه ما نرجع لبيوتنا لو نبيع بيوتنا ونصرفها على المتظاهرين وصلناها هيك وياهم وما نرجع وما نعطيهم العماره مال جبل احد. نعم. وما نمشي منا الا نسقطهم. هذه المماطله ما تفيدهم، انا اقول لهم انتم مش ما تماطلون احنا نزيد. وش ما تقررون احنا نزيد، الدوام معطل، الاضراب عام، او تعال للعراق وشوف بعينك. وانت الان في ساحه التحرير يا ابو محمد اريد اسالك عن القمع الحاصل، نعم. هناك شهداء يسقطون يوميا ان كان في بغداد نعم او حتى في محافظات نعم. الجنوب، شنو الوضع الان؟ هو الوضع الان البارحه ايضا حدث يعني اقتحام من قوات الشغب على الاخوه المتظاهرين نعم بالقنابل الغاز وبهذا الرصاص الحي وايضا حدثت اختناقات وامس سبع شهداء على جسر السنك نعم اعتقد سبعه نعم حسب الاحصائيات لان معلوماتنا يعني تدري اكو قطوعات واكثر من 70 يعني واكثر من 70 جريح نعم هاي هذا صحيح هذا بعيوننا شفناه لان احنا جايين نعالج هنا عندنا بالخيم استاذ يعني نعم. ما نودي المستشفيات خوفا من الاعتقال والمطارده نعم. من قبل الميليشيات ومن قبل هؤلاء المجرمين الذي حقيقه دمروا الشعب ولكن نحن رسالتنا من خلالكم لهم نقول لهم والله لن تثنونا عن عزمنا وهذه الثوره هي ثوره الشباب نعم. جيل 90 وجيل 2000 هذه الثوره انبثقت وانطلقت من رحم الشعب العراقي لن تستطيعوا أن ترجعونا إلى بيوتنا ما زال هذه الشباب التي هي الآن واقفة نعم. يا والله يا أستاذ لابسين صيف وواقفين ما نخاف من البرد وما نهتم بالبرد
صار يقولون ان تبرد الدنيا ونرجع. شكرا يا ابو محمد كنت معنا من ساحة التحرير الآن وسط بغداد. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام معنا الآن السيدة مها من بغداد، تفضلي يا مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا وسهلا مها، تفضلي. هسه أني طالبة حاليا على مقعد الدراسة. نعم. يعني أني إذا أشوف دول الشباب المتخرجين من 16 سنة. نعم. وجاي ما لهم أي مستقبل وأي فرصة بالحياة. يعني شلون؟ شلون هذه الحكومة تريد أن يثق بهم بعد كل هذا سووه؟ أما بالنسبة للمماطلة مالتهم، هم يريدون كسب وقت حتى ينتظرون الشعب يميل. مها أنت طالبة يا مها، ماذا عن الإضراب الطلابي؟ يعني هناك محاولات حكومية لمنع الطلبة من تنفيذ أو تحقيق هذا الإضراب، هل هناك مشاكل تواجهونها أنتم كطلبة ربما تسعون إلى تحقيق إضراب؟ أكيد أكيد أكيد. حدثيني عن هذه المشاكل يا مها، ما هي هذه المشاكل يا مها؟ من وراء الشرطة الاتحادية. نعم. مالتنا الشرطة الاتحادية يمنعونا أن نطلع للمظاهرات. نعم. هل هناك مشاكل بموضوع عدم حضور الطلبة إلى الجامعات على سبيل المثال أو المدارس أو وخلافه؟ يعني هل هناك تهديدات من الجامعة، من رؤساء الأقسام، من المدراء إن كانت في الجامعة في المدارس وغيرها؟ نعم أستاذ موجودة. لماذا تستمر يعني حتى الزوال داخل الجامعة؟ من الذي جاء؟ مها قد نتصل مع السيدة مها. طيب مها من بغداد شكرا لك. يا أبو فاطمة من النجف تفضل. يا أبو فاطمة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، هنالك تطورات يعني الآن نلاحظها على الساحة العراقية، منها وصول وزير الدفاع الأمريكي لزيارة مفاجئة بدون أن يلتقي المسؤولين. ونحن يعني نحذر، والحمد لله يعني الشعب العراقي واعي أنه الأمريكان لا يأتون إلا لدعم عملائهم أو لصب الزيت على النار. هنالك كذلك يعني أنا أتكلم بمواضيع مختلفة
قضية الاختطاف في الدول الديمقراطية المتقدمة نعم. يعني جرم الاختطاف لا يقل عن 20 سنة فما فوق نعم. لكن الآن نرى خطف الناس وخطف النساء وإطلاق سراحهم بعد ذلك وكأن الشيء يعني كأن شيء لم يكن شيء عادي. هذه هي الدولة الديمقراطية. الأمر الثاني قضية المرجعية الوهمية المتمثلة بالأعجمي الإيراني، وأنا دائما أكررها، لابد أن يخرج هو ووكلائه. هذه شركة إجرامية ما دام عنده وكلاء، وعليهم أن يتركوا ما سرقوه من الخبز ومن التبرعات في المراقد الذي نعم. سؤالي لك نعم، ما الذي تسعى إليه حكومة بغداد من هذه المماطلة، أو حكومة المنطقة الخضراء أو سلطة المنطقة الخضراء، سميها ما شئت، ما الذي تسعى إليه من هذه المماطلة مع المتظاهرين الذين يسعون إلى إسقاط النظام، وهي تخرج بوثائق وبخطابات وكلمات هنا وهناك في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين؟ ما المسعى أو ما المغزى من هذه المماطلة؟ هم يراهنون أخي محمد على قضية الوقت، قضية الوقت والرهان والبرد الذي يعني يأتي في الأيام القادمة، وعسى ولعل أن يمل المتظاهرون من الخروج يوميا. وهذا في الحقيقة غباء سياسي لهذه السلطة، لأن الناس يعني الذي يقول لك في المثل الذي يشاف الموت يعني لا يهتم للحرارة أو السخونة. فهؤلاء أخي هذا كل ما يدور الآن في الساحة العراقية ليس من 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 خلال هؤلاء الأقزام الموجودين في المنطقة الغبراء، وإنما إشارة من قاسم سليماني هو الذي يحكم بغداد، ومن السفارة الأمريكية. أتوا أخي لدعم هؤلاء لأنهم لا يعرفون سياسة. أخي هؤلاء أين كانوا؟ هؤلاء كلهم يعني ناس معروف تاريخهم، كان يبيعوا السبع وغيرها، ما يعرفون سياسة. أتوا ليعلموهم كيف يقمعون الشعب، كيف يعني ينهون هذا الوضع، لأن الوضع أصبح معروف عالميا. ونريد من المتظاهرين أن يرفعوا لافتات باللغات الأجنبية، مهمة جدا لينقلوا آرائهم وما يدور الآن في بغداد. شكرا لك يا أبو فاطمة، كنت معنا من النجف. نقرأ مشاهدينا الكرام بعض الرسائل الواردة على الواتساب. أبو حسن من ذي قار يقول: تحية حب واحترام لكم أيها الأبطال قناة الرافدين، مستمرون وباقون، لا تراجع عن الثورة ولا تفاوض على دماء الشهداء، تحياتي. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى قناة الرافدين الموقرة غافل الحاتمي، شكرا لك. أيضا رسالة أخرى تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الفقراء، نورت أستاذ محمد، المظاهرات أصبحت ضرورية جدا، الخوف والتسامح لن نرضى به، كل يوم كوكبة من الشباب تذهب بدون ذنب، نحاسب القاتل وكل من لديه يد بهذا العمل البشع والإجرامي. أخوكم رشيدة فاضل من ذي قار. السلام عليكم، سالي الرماح العوالي من نوار من هولندا يقول: سالي الرماح العوالي عن معالينا واستشهدي البيض، هل خاب الرجا فينا؟ بيض صناعنا، بيض صناعنا سود وقائع، بيض صناعنا سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. قصيدة لكن مكتوبة بطريقة نثرية. عموما سلام ورحمة الله، أنا أريد أسأل، أمريكا تجي قاعدة عين الأسد، ما معتبر أحد من حكومة العراق، بس تعترف بالأكراد، إذا هي تريد عادل يظل 4 سنوات، والله ما يصير حل، بس من يصير كفاح مسلح. شكرا لك، أو شكرا لك يا أم عبد الله من البصرة، هكذا ترى السيدة أم عبد الله. عموما رسالة تقول: السلام عليكم أستاذ، طبعا أبد ما يصير بأي مكان، ناس أبرياء غير مسلحين يقتلون هكذا غدر بكل قباحة وصلافة، وكل العالم يتفرج. يا أخي كل فرد بالحكومة العراقية المجرمة لازم ينعدم أمام أعين الشعب العراقي المجروح، وهذا أقل شيء للانتقام لدماء الشباب المهدور. ندى من الدنمارك شكرا لك. السلام عليكم يقول: شكرا لكم على هذه القناة الجميلة، وأتمنى من المتظاهرين لا يقولون شلع قلع كلمة مقتدى القذر،
يريد يبرئ روحه من البوق بهاي الكلمات وشكرا لكم. رسالة تقول: تحياتي لكم وقناتكم الشريفة صوت العراقيين، قلبنا معكم من كردستان العراق. يا ذيول إيران ارحلوا، كافي ذليتونا بين البلدان. أنا أبو فهد من أربيل، قلبي معكم، الله ينصركم. رسالة تقول: تحياتي لك أخي محمد ولقناتكم المميزة، يمكنك أن تسجن الثائر ولكن ليس بمقدورك أن تسجن الثورة. مع تحياتي أخوتكم الثائرة صبية شنيار من ذي قار. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا نصير، يريدون يبوقون الموازنة 2020، يعني هسه إحنا شنو ذنبنا؟ أنا طالب صف سادس، منو يعوضني؟ هاي الحكومة الفاشلة تخلي العراق في الديون. هي ليست مرحلة آنية وليست تصرفا أو سياسة وقتية، هي للمستقبل. سيعاني شباب العراق والأجيال القادمة من الديون المتراكمة إن لم ترحل هذه الحكومة ويتم السيطرة على الوضع الاقتصادي في العراق، وإلا ستكون هناك ديون متراكمة متتالية على الأجيال القادمة للعراق، وسيظل هذا البلد رهين للسياسات الدولية والقرارات الدولية الاقتصادية، وسيكون متحكما به بشكل كبير في ظل الديون المتراكمة جراء القروض وجراء السياسات الاقتصادية الفاشلة التي استخدمت واستعملت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. رشيد من كربلاء، تفضل يا رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة يا شيخ؟ حياك الله رشيد. نشكر هاي القناة الكريمة. نعم. أريد أوصل لك الصوت اللي يصير في كربلاء. نعم. المظاهرات عندنا. والله العظيم أنا قبل ساعة هناك بالساحة كنت. نعم. أكثر من 20-25 حالة إصابة صارت قدامي. يعني ذولا قوات الشعب، مكافحة الشعب وليس الشغب. نعم. لأنه إحنا مو شغب حلا مو قاعد يكافحونا. يستخدمون القزاوي. بالقذف وكله بالعين، يعني ماكو من الاحكام وجوا. نعم. والله العظيم حتى اطفال شفت العين ضاربهم. نعم. ولكم صوتنا ونحن القناه الكريمه. صوتكم ان شاء الله دائما واصل يا رشيد، اشكرك للمشاركه. صوت العراقيين جميعا ان شاء الله واصل من خلال قناتنا باذن الله. نسعى ما بوسعنا لايصال صوت الناس في الداخل الذين يعتدى عليهم، يقمعون، تقطع عنهم خدمات الاتصال وخطوط الاتصال والإنترنت في محاولة للتعتيم، لكن دائما نسعى ما بوسعنا من أجل إيصال صوتكم إلى العالم ليسمع ويرى. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي هي كانت كفيلة وقادرة على إيصال الصوت في الداخل، لكن أيضا وسائل الإعلام المرئية بإمكانها أيضا أن تساهم في هذا الشيء. أيضا لدينا بعض الرسائل قبل الختام نقرأها سريعا. يقول: مرحبا بك من الموصل، تحية طيبة للجميع. لا أعرف موضوع الحلقة لكن مداخلتي تخص الوضع بالعراق. أخي الكريم، كل المراجع الدينية تحت تصرف اللوبي الصهيوني والإنجليزي، ولا تعويل على المرجع الديني. ماذا فعلت طوال هذه المدة؟ والله المستعان. رسالة تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين. مقتدى الصدر يقول: استثنوا من الإضراب المدارس الابتدائية والمدارس التابعة للنظام الفاشل الفاسد المجرم، وعندها تذهب للدوام تعطي شرعنا لهذه أو لهذا النظام. لا تركب الموجة فقوتها سوف تغرقك. مع تحياتي أخوكم الثائر وحيد من ذي قار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لقناتكم الكريمة ونشكر جهودكم المبذولة لخدمة العراق. ابن الفلوجة شكرا لك. يقول أحد المشاركين: أرسل مقاطع مصورة لا يمكننا عرضها. أبو سيد مبروك من الإمارات، رسالة طويلة باختصار: المجد لثورة تشرين، ثورة الحق والمبادئ. شكرا لك. رسالة تقول: مساء الخير أخي محمد عصام وكادر قناة الرافدين والإخوة المشاهدين في هذا البرنامج الأكثر من رائع الذي كشف للجميع زيف النظام الفاسد لحكومة عادل عبد المهدي ورفاقه من حرامية ونصابين وفاسدين ومتاجرين بحق الشعب. رسالة تقول: تحياتي للرافدين. بالنسبة للدستور اللي كتب الدستور برايمر ومسعود وعصابة مسعود لصالح الكرد لنهب الثورة النفطية لصالح الكرد، يجب إلغاء هذا الدستور بأمر الشعب.
أما البرلمانيات عيب عليهم، شنو إنجازات للشعب العراقي ومتشلبات بالبرلمان على البوق والفساد وليس لخدمة العراق. تحية طيبة لقناة الرافدين التي تنقل الحدث بأوله. طبعا أتعجب على هذه الحكومة، واحد ما يريدكم، ليش متمسكين بالعراق؟ يعني أبقوا كرامة، يعني عادل عمرك 80 سنة، شنو منتظر بعد؟ خلي خاتمة خير إلك. الله أكبر، ما شبعت أم علي من ذي قار. رسالة تقول لهفة من ألمانيا: السلام عليكم، أشكرك وأشكر كل العاملين بقناتكم الموقرة الصادقة الصدوقة. أرجوكم يا شعب العراق جميعكم أن تتحدوا وتكونوا يد واحدة على أعداء العراق وثورته المجيدة. طيب، في رسالة أخيرة نقرأ رسالة من الرسائل القادمة حديثا. السيدة أم ميثم تقول: والله ملينا، الحكومة جاي تستنزف الشعب، شبابنا خلصوا وهم ما يعرفون كراسيهم إلى متى، ما يعرفون كراسيهم إلى متى، تدمرنا والله والصدر بس قادر يغرد. شكرا يا أم ميثم، وشكرا جزيلا لكل المشاهدين والمشاركين الكرام في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.